شتان الفارق بين الأهلي المحلي والأهلي الإفريقي هذا الموسم، فالأول يطيح بالخصوم الواحد تلو الآخر متصدراً جدول الترتيب بعد الفوز الكبير على بيراميدز، أما الثاني فيتلقى الهزيمة تلو الأخرى، وذلك بعدما سقط للمرة الثانية على التوالي أمام سان داونز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما عصر السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. خسارة الأهلي جعلته يفقد فرصة الصعود إلى ربع نهائي دور الأبطال كأول مجموعته، بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط متساوياً مع المريخ والهلال السودانيين في نفس الرصيد، في الوقت الذي يتصدر فيه سان داونز المجموعة برصيد 10 نقاط ضامناً بطاقة الصعود عن المجموعة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. الأهلي الذي دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة وأجواء أكثر من رائعة بعد الفوز على بيراميدز محلياً وتجديد عقد موسيماني لمدة 2، فشل في ترجمة استحواذه على المباراة إلى فرص، وظهر لا حول له ولا قوة سواء هجومياً أو دفاعياً. ولولا تألق محمد الشناوي في الدفاع عن مرماه لزادت غلة الأهداف. مصير الأهلي في الصعود إلى الدور التالي وإن كان فيه صعوبة إلا أنه ما زال بيده، فالفوز في المبارتين المقبلتين على حساب المريخ والهلال السودانيين على الترتيب يضمن له بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة، فهل يفعلها المارد الأحمر ويواصل رحلة الدفاع عن لقبه القاري؟ أم يكون للأشقاء السودانيين رأي آخر في ظل تذبذب مستوى الأهلي ومعاناته من الإجهاد نظراً لتلاحم المباريات؟